مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم من مصر عاصمة القصيدة الخالدة وهبة إلى العظيم نذهب وإياكم بعد التحية أعزائنا المشاهدين أينما كنتم في كل مكان. شاعرنا لهذه الحلقة برع بأسلوبه وشاعريته بما يجعله حاضرا بقوة إنسانا مؤثرا ومثقفا قادرا على صناعة الأفضل. نرحب بضيفنا معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ عاصم عوض. أهلا وسهلا بك أستاذ عاصم، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا أهلا وسهلا بك يا شاعرنا الجميل والإعلامي المتميز مصطفى مطر. أهلا وسهلا بك ومرحبا بكل فريق القناة. حياك الله أستاذا وشاعرا مجيدا ورائعا أستاذ عاصم. بداية حدثنا وإن قليلا عنك بحدود ما تحب أن نعرفه عن عاصم، تفضل. حقيقة يعني عندما يسأل شاعر عما يمكن أن يقوله عن نفسه كتاريخ أو كسيرة ذاتية، تفضل. هذا أمر ملهم. أنا عاصم عوض، أنا من جمهورية مصر العربية، ولدت في محافظة الفيوم عام 1991. أنا أحب القراءة وطبعا أحب الكتابة. لي مجموعة شعرية أولى بعنوان عدم في مرآة البحر. بدأت كتابة الشعر منذ الثانوية العامة. ربما ساعدني كثيرا على كتابة الشعر ما قرأته في الثانوية العامة، من كانت هناك مفطارات جمعها تقريبا أدونيس على ما أذكر بعنوان الدهر المنشد يا سلام، للمتنبي. أنا من محافظة الفيوم، والفيوم من أقدم المدن التاريخية في العالم. جميل جدا. وقبل أن نستمع إلى باكورة القصائد التي ستقرأها علينا، وأنا أعلم أنك يعني جاهز لقراءة العديد من القصائد في هذه الحلقة، وكلنا شوق وتسكنون اللهفة لهذه القصائد العالية أكيد، ولكن قبل ذلك دعني أناقشك قليلا عاصم يعني عن فكرة الموهبة الشعرية وأنها متصالحة مع مختلف المواهب المنتشرة على الساحة، وتدخل موهبة الشعر في أغلب التخصصات. ألا يعني هذا أن الشعر حي ولا يمكن أن يموت؟ طبعا يا مصطفى، يعني أنا آخذ من كلامك وأقول إن الشعر مرآة الحياة، والشاعر هو البوابة التي تنتقل بين العوالم، لأن الشعر هو مرآة الحياة، يا فهو سلام، يمثل كل مفردات الحياة وكل أشكالها وصورها. يستطيع الشاعر أن يتنقل بين كل مكونات الحياة ويستطيع أيضا أن يعبر عنها نعم بأسلوبه وبلغته. جميل جدا. قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف وقبل أن يحمى الوطيس كثيرا في نقاشنا أنا وأنت عاصم، نريد أن يعني نلين هذه الحلقة بجميل شعرك وعذب أدائك وطيب بيانك وحسن إلقائك. خذنا إلى أول قصيدة تود أن تقرأها، تفضل يا عاصم. سلوان: تسلي فما قلبي بأخباركم سالي، وما نفع تذكار يطوف على البال، وما تنبئ الأطلال لو رام نطقها فؤاد مشوق هائم بين أطلالي. كذا أنا أسماء عرفت بلونها، ولم تعرف الأسماء لوني أو حالي. يا سلام، وكم مغرب أوحى فما كان مثله، كمثل شروق في غروبك أو حالي. الله، وما آنست عيناي إلا شرارة، وما قربها إلا احتراق لتمثالي. جلى القلب صخر فيه تجري بحيرة من الشوق، كم صخر بما فيه سيالي. أطوف أناجي مقلتيها، أطوف أناجي مقلتيها كشاعر،
يفتش في المرآة عن شطره التالي، الله الله، ويهوى أطوف أناجي مقلتيها كشاعر يفتش في المرآة عن شطره التالي، ويهوى كما يهوى المجاذيب آملا بأن يطلق الإنسان من جبه البالي. كذا الحب ترياق الخلائق، غيمة تبث عطاء الله في الطلل الخالي، ولم أر مقتولا يهيم بقاتل، ومثلي مقتول ومثلك قتالي. قتال. فصبي بكأس السم عينيك، فصبي بكأس السم عينيك، واهربي فرب هروب منك يبطل إقبالي. ما شاء الله ما شاء الله، وما أجملها من يعني افتتاحية عذبة عالية شاهقة ممتعة جدا، تشي بالكثير من القلق الشعري. أحسنت عاصم، لا أفض فوك. أستاذ عاصم عوض، وأنت شاعر مصري جميل جدا، وما زلت مؤمنا بأهمية الكلمة وقدرتها على التأثير. هناك من يقول إن الشعر أغلق بوابته الجواهري، وربما من بعده فقط عبد الرزاق عبد الواحد، وهناك من يتهم الشعر أيضا بأن الشعراء لم يغادروا متردما من مضى من الشعراء السابقين. السؤال هنا، هل فعلا ممكن أن يموت الشعر العربي بعصر معين، أم أن الشعر العربي باق ومتجدد مع تجدد العصور وكثرة المبدعين الذين يقفون على أمانة الكلمة بعزيمة واقتدار؟ تفضل. الشعر يستمد نبضه من الحياة، فهو لن ينتهي، لأن الحياة ممتدة والعصور ممتدة، فلذلك الشعر ممتد بامتداد الحياة، لن ينتهي ولن يتوقف طبعا باختلاف العصور. كل عصر يأتي مجموعة من الشعراء، إذا تكلمنا عن كل جيل من الأجيال أو عن كل عصر من العصور، ستجد من يأتي وربما يتناول نفس الموضوعات ونفس الصور ونفس الأفكار، لكنها طبعا سلسلة ممتدة من المبدعين ومن الشعراء التي لا تنتهي، لأن الشعر مرتبط بالحياة، الشعر يعبر عن الحياة، فكيف له أن ينتهي وكيف له أن يتوقف نبضه طالما امتد في عمق الحياة وفي عمق العالم؟ وربما مسألة نهاية الشعر وتوقف الإبداع الشعري ربما تكون قد نوقشت في عصور سابقة لكثرة الشعراء وكثرة الإبداع الشعري المكتوب، إنما هذا يثبت أن اللغة العربية لغة حية لا يمكن لها أن تموت. لكن أحيانا يظن بعضهم أنه إذا ما كثر الإنتاج الأدبي سيضمحل ويضمر الأداء الشعري في قادم العصور والمواسم، وهذا ربما كان مجافيا للحقيقة، إنما الشعر يستمد بقاءه من الحياة كما تفضلت أستاذ عاصم. وقبل أن نذهب إلى النقاش مجددا نريد قصيدة جديدة، تفضل أستاذ عاصم. طيب، هذا نص بعنوان فضاء أخضر الرؤيا. فضاء فضاء أخضر الرؤيا، جميل، تفضل. يا أول الحب قل لي أين آخره، وأين معتم دربي، أين مقمره، وكيف من جاي من تيه إذا عثرت بي الحروف، وظل البيت أشطره. الله عليك. أقول قال المغني عن حقيقته ما قاله الضوء عن ليل يفسره، ما قاله الشعر عن أصحابه، ومضى بلا رفيق سوى حرف يجمره. أقول ما قاله، يقول أقول ما قاله مرة أخرى، تفضل. أقول قال المغني عن حقيقته
ما قاله الضوء عن ليل يفسره، ما قاله الشعر عن أصحابه، ومضى بلا رفيق سوى حرف يجمره. يقول البحر: ما لوني وما لغتي؟ يا سلام، من أين للبحر بحار يخبره؟ أبوه ذا الماء والصحراء أمته، والأرض مصراه والألواح معبره. لكنه بشر ينسى، يحب، يرى أن الخطيئة ناموس يطهره. تلاحق النار أحلاما له، وله بطينه المصطفى حلم يعبره. وحين أهبط كان النور في يده، وكان في الأرض ظلماء تحيره. الله. أقام في بلد الإنسان، أقام في بلد الإنسان منتميا، لكل نافذة بالحب تذكره. وأبصر الشعر في مرآته قدحا، يرى به ما يراه ثم يكسره. تحرر اللون في إنسانه، فرأى أن المساواة أوفى ما يحرره. تحرر اللون في إنسانه، فرأى أن المساواة أوفى ما يحرره. يا سلام عليك. يا ورد ما عبس ما ذبيان، يا ورد ما عبس ما ذبيان، كيف أخ يلقى أخاه فيدميه ويأسره؟ أكان عنترة العبسي أشعرنا، إذ كان يعرفنا أهلا وننكره؟ أم كان أوديب أولانا بمغفرة، إذ كان يسعى إلى ما ليس يبصره؟ هو ابن آدم شيخ العارفين، وكشف سر أسمائه الأولى، ودفتره مذ سامت الحرب أياما لها، وعدت غولا تعد لإفناء، وتبذره للحب يدعو. فما في الحرب من قبس، الله، لكنها أنهار تدعوه وتقبره. وانشق نهرا من الأحجار تذكرة، وراح يثري قرى بالحب تفقره، وعاد بالصخرة الحبلى لقمته، ولم تزل صخرة في القاع تنظره. ولم تزل صخرة في القاع تنظره أو تنظره. اقرأها كيفما تحب. عاصم الجميل، ما أجملك، أحسنت وأبدعت وأثرت كثيرا. إذا أردنا نتحدث الآن أستاذ عاصم عن الفعاليات الثقافية على اختلافها، مهرجانات، أمسيات، معارض كتاب وغير ذلك، يعني ما الذي يمكن لهذه الفعاليات الثقافية أن تضيفه للمثقف بشكل خاص وللجمهور من العوام بشكل عام؟ طبعا، تفضل. الفعاليات الثقافية متنوعة ومختلفة، ويمتد تأثيرها حسب حجمها وحسب قدرتها وحسب منجزها أو إنجازاتها. نعم. طبعا هناك امتداد بين تأثير هذه الفعاليات في المثقف وتأثير هذه الفعاليات في العوام عامة، نعم. لأن اللغة هي المشترك، ولأن الشعر هو المشترك. هذه الفعاليات تضيف مساحة جميلة للكاتب أو للمثقف أو للشاعر لكي يبدع أكثر، لكي يتواصل مع المجتمع من حوله. أيضا أحسنت. تتيح فرصة للعوام أن يتعرفوا أكثر على التجارب الإبداعية وعلى اللغة العربية وآدابها على كل المستويات. فهذا هو التأثير الذي يعني المنوط بهذه الدوائر أو بهذه الفعاليات الثقافية. طبعا أحسنت هي لها كثيرا. تأثيرات إيجابية كثيرة، ولها أيضا تأثيرات أو ربما بعض الملاحظات على أعمال الفعاليات الثقافية، لكن إيجابياتها كثيرة جدا. ومن المؤكد أن إجابتك أضافت الكثير للكثير ممن يشاهدوننا ويتابعوننا الآن، وكذلك
يعني لاقت استحساني وإعجابي كمتلقي ومحب لشعرك وجميل إجاباتك أستاذ عاصم عوض، بورك يا مصطفى. الله يحفظك. أكيد لم نمل بعد ولن نمل هذا الإبداع وهذا الأداء الشعري العالي، لكن سنخرج الآن إلى استراحة قصيرة. فاصل مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عدنا إليكم من جديد أعزائنا المشاهدين، حياكم الله أينما كنتم، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية، ابن الفيوم الوفي والشاعر الذكي جدا الأستاذ عاصم عوض، حيا الله أستاذ عاصم مجددا. وإلى الأسئلة التي ربما تأخذنا وإياك إلى حقل الغام، ولكن لك أن تجيب بما تحب وكيفما تشاء. أكثر ما يؤرق عاصم عوض في المشهد الثقافي بعموميته؟ أكثر ما يؤرقني في المشهد الثقافي بعموميته التصنع والإبداع، تصنع الشعر، تصنع النقد، تصنع الصداقة، تصنع المحبة، التصنع عامة والإبداع عامة عندما يدخل في أي مجال أو عندما يدخل في أي شعور أو في أي علاقة يحول هذه العلاقة أو يحول هذا الشيء إلى شيء مقيت مزيف، يا فأنا سلام، أكره الادعاء كثيرا وأكره التصنع أكثر. أحسنت كثيرا، وهي إجابة عامة ذكية لم تخلو من الكثير من الحذر، لكنك أشرت إلى حقيقة يعني يشاركك بها كثيرون أستاذ عاصم. الآن تحدث بإيجابية أو بنقد شخصي حر ولك ما تشاء عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي في الشعر العربي بشكل عام. وسائل التواصل الاجتماعي أضافت مساحة كبيرة للمبدعين، نعم. وأضافت مساحات أكبر للترابط ما بين العوالم المختلفة والتجارب المختلفة. قبل ذلك، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، كان الكتاب وحده هو الرابط بين المبدعين. يمكنني مثلا أنا هنا في مصر إذا أردت أن أقرأ ديوانا لمصطفى أو أن أقرأ شعرا لمصطفى مطر أو لأي من أصدقائنا في جميع بلدان العالم، نعم، كان هذا صعبا جدا قبل وسائل التواصل. كان محصورا لكنها بالكتاب، فعلا كان محصورا صحيح فقط صحيح بالكتاب. أحسنت، أكمل لكن تفضل. بعد وسائل التواصل أصبح الأمر بمجرد ضغطة زر، يعني الأمر أصبح سهلا جدا للتواصل وللالتقاء والتفاعل والاحتكاك بين التجارب المختلفة في مختلف بلدان العالم، فهذا تأثير إيجابي جميل جدا. أيضا البحث عن المعلومة، يعني نحن نكتب الشعر العربي الفصيح، أحيانا ربما نحتاج إلى معلومات في العروض، معلومات في اللغة العربية في النحو والصرف وغيره، معلومات في البلاغة نحتاج أن نقرأ في كذا وفي كذا وفي كذا. سهلت هذه أيضا القراءة الإلكترونية، طبعا أنا لا نعم، أفضلها وأفضل قراءة الكتاب العادي، لكن هذه أضافت مساحة أكبر أيضا من التواصل بين الأجيال المختلفة. أما وكثيرا عن ما التأثير نحتاج أيضا عاصم إلى إثراء تجاربنا من خلال الاحتكاك بالآخرين والاطلاع على تجاربهم، وبالتالي التغذية الراجعة تكون فائدة لنا وتطور من قدراتنا أيضا. تفضل. صحيح صحيح، لكن التأثير السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي يمكننا أن نعبر عنها بهذه الفكرة، أنها دائرة تجتذب يعني كثيرا من الناس، وربما يزيف هذا الوعي وربما يزيف هذا الشعر عند بعض الشعراء للأسف الذين إذا لم ينتبهوا وإذا لم يلتقطوا هذا جيدا سوف يقعون في بؤرة الجاذبية هذه التي سوف تؤدي بنصوصهم إلى
ربما إلى هوية التواصل الاجتماعي وهوية ما يطلبه المستمعون أو ما يريده المتلقي عامة. أحسنت كثيرا أستاذ عاصم، نطمع بك من جديد أن تأخذنا إلى شعر عال لا يمكن لأمثالنا إلا أن يقفوا أمامه بكل شوق وتقدير واحترام. تفضل إلى قصيدة جديدة. سأقرأ الآن مقطوعة عنوانها الطريق اللبني. الطريق اللبني. يا ساتر يا رب، تعدو تفضل. هناك، تعدو هناك وحولها يعدو، تعدو هناك وحولها يعدو، نعم، بعض الحقيقة أنه وجد. يا سلام، تعدو هناك وحولها يعدو، بعض الحقيقة أنه وجد، نجمية والحب يوقدها، رحالة في إثرها فقد، تهذي بممشاها التي وصلت، والدرب ما من هجره بد، يا الله، طوافة بمدارها كرة تجري، وما لطوافها حد، عادت من الأنساق أحجية تمتد في الأوراق تمتد. الله الله، تمتد في الأوراق تمتد، ما أجملك من شاعر يا عاصم. المطلوب حتى تظل ذخيرة الشاعر حية باعتقادك، ما المطلوب بالضبط؟ المطلوب حتى تظل ذخيرة الشعر حية أن يظل الشاعر متواصلا مع العالم ومع مفردات العالم نعم، ومع الناس، أن يكون دائما متطورا حسب تطورات الزمن، أن لا يقف عند حد معين، أن يرى في نفسه دائما أنه يعني ربما تكون هذه كلمة بسيطة لكنها تعبر، أن يكون رجلا لكل العصور، يا سلام، بمعنى أنه يستطيع أن يعبر عن المعاني التي يريد، المعاني الجديدة المبتكرة التي يريد أن يعبر عنها، طبعا لأن لكل عصر مفرداته فعلا وصوره وأخيلته. أحسنت كثيرا يا عاصم. عن التراث الشعري الحديث الآن، وواجب أن يطلع عليه الشاعر والمثقف بشكل عام حتى يظل الشاعر متجددا. هل أنت من أنصار الفكرة التي ترى بأنه لزوم على الشاعر المبدع أن يطلع على التراث الشعري، الزمن ما قبل الإسلام، العصر الجاهلي، عصر شعراء صدر الإسلام، وكذلك مثلا العصور التي تلت ذلك، العصر الأموي، العباسي، الأندلسي، إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث؟ هل الاطلاع على هذه التجارب وهذا الموروث وهذا التراث ترى أنه يشكل جوهر الشاعر وأساس لا بد منه؟ طبعا يعني هناك مقولة كنت أذكرها دائما، الأسد هو عبارة عن مجموعة خراف صغيرة، وبعيدا عن هذا التشبيه لكن الشعر العربي والتراث العربي تراث أصيل عظيم ممتد، هو كبير جدا وثري جدا، ف يعني ليس إلزاما ولكن هذا لفائدة التجربة الإبداعية والتجربة الشعرية. عظيم، الشاعر الذي سيقرأ أو سيتواصل مع العوالم المختلفة منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث وحتى الشعراء المعاصرين الآن، هذا ستكون له روافد أكثر، وسيرى كيف عبر عنترة عن وصف كذا، وصف السيف، سيرى كيف عبر امرؤ القيس عن وصف الخيل أو في حديثه عن الذئب و نعم، سيرى كيف عبر هؤلاء وكيف شكلوا قصائدهم وكيف صوروا، فهنا تقع مسؤوليته هو ماذا سيضيف هو بعد هذا الكم الكبير من الأخيلة والصور والمعاني والقصائد، فكونه مطلعا على تجارب من قبله طبعا يحفظه من التكرار، يحفظه من نعم، بعض الموضوعات التي ربما هي يعني مستهلكة ليست أو مملة أو كتب فيها نعم كثيرون. مستهلكة. صحيح صحيح، فيستطيع هنا أن يجدد.
أحسنت كثيرا يا عاصم. طيب، بعيدا عن الاطلاع على تجارب الشعراء قريبا من الذات الشعرية الخاصة، يعني باعتقادك البصمة الذاتية كيف يمكن للشاعر أن يشكل بصمته الخاصة والتي من خلالها يعرفه جمهور الشعر والشعراء على حد سواء؟ ما أمكن ذلك، يعني كيف يمكن تشكيل البصمة يا عاصم؟ هذا سؤال جلل، لكن يمكننا أن نتواصل حول هذا السؤال. كل إنسان هو عادي قل ما مجموعة تحب، لا من، بأس، لا بأس، تفضل. كل إنسان هو مجموعة من الذكريات والعناصر الداخلة في حياته، وكل إنسان مختلف عن أخيه أو عن الآخر. فبالتالي إذا استخدم كل إنسان منا عناصر حياته ومفرداتها ومدخلاتها، سوف يجد مادة خصبة ثرية جدا لتجربته هو. فعلى الشاعر أن يستمع لصوت ذاته، أن يستمع لتجربته هو، لا أن يستمع إلى تجارب الآخرين أو إلى حكاياتهم أو إلى منتجاتهم، لأن نعم، عليه أن ينتج منتجه هو وأن يكتب قصيدته هو، لا قصائد الآخرين. أحسنت كثيرا. ونريد قصيدة عاصم الآن من جديد أن تطل علينا بثوبها القشيب. اقرأ علينا القصيدة التي تحب وأبدأ كما تريد، تفضل أستاذ عاصم. قدش في الهواء، قدش في الهواء، جميل. أنا المظلي، الآفاق معتمة حولي، أنا المظلي والآفاق معتمة حولي، وتحتي أقمار مغطشة، فأين أهبط؟ كيف ساقطت مدن في ذا العمى والقرى فيه مهمشة؟ ومن سيخبرني أين المكان إذا؟ والبحر أين يد الماء المرقشة؟ الله الله، الآن قلبي مذهول ومضطرب، وعين ذاكرة الأشياء معمشة. أمت أم لحظة في خاطري وقفت على حواف سماواتي مدروشة؟ عار تخليت عن جسمي أحدق في ثوب به نسجتني فيه أقمشة. أغبت ما زال جسمي عاريا، ويد أخرى سواي لأقداحي معطشة. أغبت ما زال جسمي عاريا، ويد أخرى سواي لأقداحي معطشة. تمتد، هل أنا ذا؟ تمتد مثل يدي، وتشرب الماء أروى وهي مجهشة. أهذه امرأتي تبكي على قلق ألا تعود لها نفسي المزركشة؟ أهذه امرأتي تبكي على قلق ألا تعود لها نفسي المزركشة؟ يا الله، وأسكرتني أفعالي، أنا بشر من خاطر سلت الدنيا المشوشة. مشيت، ثم فراغ في نهايته أمشي، وأقدامي العمياء مخدشة. رقصت، لم أر لي خصرا، وحافية خطاي من قدمي، والأرض مدهشة. بي انطفأت مجرات مغبشة، إذا بدا شاعر رؤياه مغبشة. إذا انطفى لونه خف الضجيج، صفت سماؤه صورة فيه منقشة. الله الله، ما أجملك يا عاصم بعد هذه الدفقة الشعورية عالية الروعة والقيمة والجمال. لابد من استراحة قصيرة. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج مجددا إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. مجددا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية، الشاعر الأستاذ
عاصم عوض، مرحبا بك عاصم. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في برنامجنا، ولكن أرجو للوقت أن يأخذنا بتوأدة وألا يسرقنا، وحتى نكسب المزيد من الإطلالات العالية والإلقاء الجميل والإجابات الممتلئة إنسانية وحكمة ورقة ووداعة. الشعر من أجل دعم وحدة الإنسانية، قل ما تحب في هذا المضمون. طبعا لابد للشاعر ان يعبر عن معاني ساميه، نعم، فالشاعر هو انسان في يعني في ذاته وفي طبعه، وهو يعبر عن كل ما يمر به الانسان في مختلف بلدان العالم. أحسنت. فبالتالي اذا كتب الانسان عن الالم فهذا يعني ان اخيه الانسان، أن أخاه الإنسان في كل بلدان العالم سوف يشعر بهذا الألم. وطبعا أيضا ربما إذا عمق الشاعر رؤيته الإنسانية أكثر من خلال أن يكتب أو حتى يعني أن يفكر في الأوجاع التي يمر بها العالم، في الكوارث والحوادث المستلية التي يمر بها العالم. فعلى الشاعر أن يبحث في ذاته عن الإنسان، فإذا وجده فسوف يتماس ويتواصل مع كل البشر أو مع الإنسان في جميع أنحاء العالم بقصيدته وبنصه وبإبداعه. جميل جدا يا عاصم. الحديث الآن عن الشعر من أجل الحفاظ على اللغة العربية ودور الشاعر على وجه الخصوص هنا في هذه المهمة. طبعا للشاعر دور كبير في المحافظة على اللغة العربية، الشاعر تفضل. الذي يكتب الشعر الفصيح دوره في البداية هو استخدامها، يعني طبيعي جدا نعم، أن دوام اللغة من استخدام أهلها لها. استخدامها والكتابة والمواصلة نعم بالقراءة وإلى صحيح آخره. تفضل. صحيح، يعني الكتابة باللغة العربية الفصيحة وقراءتها وكل هذا يساهم في إثراء المكتبة العربية. أكيد. أيضا على الشاعر أن ربما المستويات اللغوية المختلفة التي يختارها في نصوصه وفي إبداعه وما يتمس منها مع العوام، إن نتحدث ربما عن التبسيط في بعض المواضع، ولكن طبعا على العوام أيضا وعلى الجمهور وعلى جماهير الشعر أيضا أن تعود مهتمة باللغة نعم، العربية ومكتفية بها، عارفة لمعانيها وكما كانت في السابق. أحسنت. إلى قصيدة جديدة يا عاصم، اقرأ علينا مجددا ما تحب وترغب أن نستمع إليه، خذنا إلى الشعر مرة أخرى. ناج من الحرب الأخيرة، سلاما سلاما، لا حروب ولا قتلى. يا سلام. سلاما سلاما، لا حروب ولا قتلى، ولا افتقدت ليلى مواعيدها الثكلى، وما رقصت ذي الأرض إلا بشارة بأن نجوما في مغاربها حبلى، ليشرق إنسان على الأرض عارف خلاص الورى في زهرة تمنع القتلى، تطبب الناتي اليتامى بقبلة السلام، وتهدي لابتساماتهم أهلا، وتصلح آثار الحروب يراعة، فليس لسيف أن تكون له نصلا، يغني كما غنى الجنوبي باسما الله، بوجه المآسي لا يرق ولا يبلى، ويضحك في وجه الرصاصة هازئا، ويركض نحو الموت مصطحبا فلا، ويرقص في أرض الشمال ويقتفي بها وطن الحب رافقه طفلا، ويرقص في أرض الشمال ويقتفي بها وطنا للحب رافقه طفلا، ويروي عن النور الذي شق قلبه فأورثه رفقا
وأورثه نبلا الله. ليبدأ ميلاد الحضارة شاعر يقدس في الأحلام غايتها المثلى. يقدس في الأحلام غايتها المثلى وأنعم بها من غاية. العزيز عاصم، أحسنت كثيرا. حبذا لو تحدثنا الآن عن أكثر القيم التي يفضلها عاصم عوض أن تكون حاضرة عادة في قصائده أو قصائد غيره من الشعراء. الحديث هنا عن تعزيز بعض القيم السامية والإنسانية النبيلة، أبرز القيم التي تحب أن تراها دائما حاضرة في النصوص الشعرية. أنا أحب، يعني أنا محب كبير، أنا عاشق كبير، أحب أن أكتب عن طبعا عن الحب. الحب هو الذي يجمع كل البشر نعم، ويجمع الإنسانية كلها، فهذه هي القيمة السامية أو القيمة الأسمى التي أعتز كثيرا وأفخر كثيرا، وأحاول دائما أن يعني أجدد من طرائقي كتابتي لهذه القيمة في شعري. أحسنت كثيرا وإجابة ذكية، و يعني بحثت من خلالها عن باب مناسب للهرب، لا شك في ذلك. لا القصيدة مهرب التي منك يا مصطفى. تستحق، لا بأس لا بأس، أكيد من يملك الحب يملك مختلف القيم ويعزز هذه القيم ويحترم الجميع وتحضر في نفسه كل الصفات الحسنة إن كان صادقا بحبه قيما قائما عليه. أحسنت يا عاصم. باعتقادك كيف تتخيل، أو حدثنا عن القصيدة التي تستحق الخلود من وجهة نظرك؟ أي قصيدة تستحق أن تبقى خالدة عابرة للقارات والأجيال والأزمنة؟ هي ليست قصيدة واحدة يا عزيزي، هي قصائد كثيرة. في كل عصر ستجد قصائد كثيرة تستحق أن تخلد من العصر الجاهلي إلى الآن. يعني أنا لا أنسى أبدا معلقة الحارث بن حلزة نعم، التي فيها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء. الله الله فمثل الله، هذه جميل. الأبيات ومثل هذه النصوص التي تتمس مع ال أو تمس الإنسان عامة ستجدها خالدة في كل عصر. وما المتنبي علينا ببعيد، المتنبي يمس ذات الإنسان ويمس قلب الإنسان ويمس كل ألمه وهمومه وما يشغله. والفلسفة الإنسانية عامة نعم، هي الشيء الذي نجح المتنبي في أن يطرحه للعالم حتى بعد 1000 عام من الآن وحتى نهاية أستاذ عاصم، الزمن. أنا لا أختلف معك على هذا. أصلا قراءتك لقديم القصائد الشعرية وما مر في موروثنا وتراثنا يثبت أنها قصائد فعلا كانت تستحق الخلود. وهنا أحسنت كثيرا حينما استشهدت بالأبيات التي ذكرت، لكن مقصدي من سؤالي تماما في العصر الذي نعيش وتجربة شعراء جيلنا ومن نجايلهم ومن نقرأ لهم كثيرا، إذا ما أردنا أن نسقط ذات الأفكار وذات يعني الأدوات التي من خلالها برع السابقون بالوصول إلينا فخلدت قصائدهم، إذا أردنا أن نستخدم ذات الأدوات، ما الذي يحتاجه شعراء عصرنا حتى تكتب لبعض قصائدهم إن لم يكن أغلبها أو أغلبها الخلود؟ لنتحدث عن أبناء عصرنا، هل هناك فعلا نماذج باعتقادك بعيدا عن ذكر أسماء أو مشاريع فعلا لقصيدة عابرة للأجيال والأزمنة والمكان؟ طبعا هذا امر صعب، يعني امر صعب ان استطيع ان احكم على هذه القصيده، لان الزمن هو الذي يحكم على هذا. نحن نعرف القصائد العابره للاجيال لانها وصلت الينا وظلت عابره هكذا، فالزمن هو الذي يحكم. لكن في رايي ان طبعا عندنا كثير من الشعراء وعندنا تجارب متفردة كثيرة في محيطنا العربي، في الشعر أحسنت العربي أحسنت، المعاصر، التي يمكنها أن تقدم قصيدة خالدة وقصيدة تبقى على مر العصور. التحدي فقط هنا هو
اللغة الشاعرية يا سلام، والصورة الحية التي يمكنها أن تعبر مهما اختلفت الأزمان ومهما يا اختلفت سلام، الأجيال والعصور. أحسنت أحسنت يا عاصم، وهذه إجابة عالية مقنعة كثيرا على الأقل لي، وأكيد هناك الكثير من السادة المشاهدين الكرام في كل مكان يعني يشاطرونني الرأي ذاته. قبل أن نذهب إلى آخر الأسئلة، خذنا إلى قصيدة يا عاصم، تفضل. طيب، أسافر في عينيك، لماذا تطوف السؤالات في مقلتي؟ كيف أبحث عن لغة تستطيع الإجابة دون ملاحظة الشعر أني أضعت القصيدة؟ حين وجدت الإجابات في مقلتيك، وكيف إذا ضاع قلبي ترامت ضلوعي على الطرقات؟ أضاع الرفاق أضاعوا، وراحت ببهجة هذا الزمان الطواحين. حين تقلقل رأسي وتفلق قلبي بمطرقة من زجاج، فتنشق في رئتي شهقة، كيف أترك هذا الحطام وأمضي؟ إذا ضاع ما ليس يدرك، كيف تراني أعود إليك؟ وكيف ألبي نداءات بيروت وهي كعينيك ضائعة تستبد جمالا، وتجدو بأغنية الحب فوق سماء الحروب التي ليس فيها انتصار، ونار الحقيقة عيناك نار. وحين انهزمت كتبت انتصاري، لأترك في ذا المحيط المدوم أغنيتي، ثم أرقص والرقص لو تعلمين انكسار. الرقص لو تعلمين انكسار، لكنه انكسار يقودك إلى خلود في ذات كل إنسان محب، ويكتب لهذه القصيدة أن تكون عابرة للأزمنة والأمكنة، لا عابرة في بال من يتلقاها، وإنما هي قائمة وقيمة. أحسنت يا عاصم. الحديث الآن شخصي إلى حد ما، ما الذي يرجوه عاصم عوض من الأدب بشكل عام؟ ولتجربته الشعرية الخاصة. أنا أرجو من الأدب أن أكون أنا دائما، يعني أرجو أن يعطيني ذاتي، أرجو أن يمنحني فرصة مع نفسي لأتعرف عليها أكثر. فأنا حين أكتب أشعر، يعني هذا هو الوقت الأكبر الذي، أو الوقت الأسمى الذي أصل فيه لنفسي، أو أرى فيه التشكلات التي نعم، ربما تخرج عن نفسي. ونحن بدورنا نرجو لك كل التوفيق في مسيرتك الشعرية، وأنت شاعر يعني خليق بك كل مجد ورفعة يا عاصم. خذنا بارك يا مصطفى. إلى آخر قصيدة تقرأها علينا في هذه الحلقة، وعسى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والقصائد العالية. إلى قصيدة تكون مسك ختام، تفضل. أغنية للألم، كأنك حين تقولين آه، بها يكتب الله موت الحياة. كأنك حين تقولين آه، بها يكتب الله موت الحياة. بها ينتهي النبض، لا قلب يبقى، بها تصعد الروح نحو الإله. بها يضرب الشوك رأس الزهور، ويصلب شيخ بذكرى صباه. بها يسفك الأرض قوم طغاة، غلاظ شداد حفاة عراة. يا سلام، بها الخطو يفنى فما من دليل، ويفضي الطريق إلى منتهاه. سيفقد أنصاره الياسمين، فلا عطر يبقى يفدى شذاه. بها يجلد الشمس بدر ضليل، عليل هواه قتيل ضياه. بها الريح قاطعة للطريق، فلا أمن يسكن أي اتجاه. لها تقف الشمس حيرة وتدنو من البحر، والبحر تجري دماه.
لها فرقا تقشعر الوصول فينفض عنها ربيع الحياة. نبقى دائما على أمل. أكيد شاعرنا عاصم عوض، وأكيد أمل الحياة لن ينفض يوما، وإنما هو متجدد، تجدد روحك العذبة وإنسانيتك بورك الطيبة يا مصطفى. الحاضرة بقوة. قبل الختام، كلمة منك موجهة لنفسك ولكل مؤتمن على أمانة الكلمة والأدب، ماذا يقول عاصم؟ الكلمة أمانة، أذكر نفسي بهذا دائما، الكلمة أمانة، الكلمة ساحرة جدا ومؤثرة جدا، فيجب أن أرى إلى أين يذهب هذا التأثير، وإلى أين يمتد، إلى أين تمتد هذه القوة التي أطلقها الله وأودعها الله في الكلمة، فالكلمة أمانة. عاصم، وصلنا إلى الختام، ماذا تحب أن تقول؟ أنا سعيد جدا بوجودي معكم، نحن الأكثر فشكرا سعادة. جزيلا لكم. هذا ما أردت أن أقوله، وسعدت جدا يا مصطفى بصحبتك، فأنت مثال للإنسان الجميل الرائع النبيل أشكرك. وكافة الأصدقاء. شكرا لك شاعرنا عاصم عوض من جمهورية مصر العربية. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يجدد لقاؤنا، يجدد ويتجدد لقاؤنا، رفقتكم ورفقة شاعر آخر. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا بأمان وسلام. إلى اللقاء.